من المشكلات والأزمات التي تنشأ بين البائع والمشتري في مجال سوق العقارات، وبالأخص في حالة اكتشاف المشتري أن الشقة أو العين التي قام بشرائها من البائع قد بيعت لشخص أو عدة أشخاص، ليتفاجأ أنه أمام عملية نصب في تحويشة العقار. والسؤال الذي يطرح نفسه: لمن تثبت ملكية الشقة؟ أو بمعنى أدق، من الأحق بالحماية في حالة تعدد البيوع على ذات العين؟ وأيهما يكون باطلاً؟ وكيفية معرفة حقيقة وصحة العقد الأسبق في التاريخ المعطى للعقدين؟ وإيه هو الفرق بين عقد البيع الابتدائي والنهائي والشروط الواجب توافرها فيهما لضمان صحة هذا البيع وما يترتب عليها من آثار؟ فالعقد الابتدائي هو عقد عرفي بين الطرفين، بينما العقد النهائي هو العقد المسجل أمام الجهة المنوط بها التسجيل وفقا للأوضاع التي يقرها القانون، وهي مصلحة الشهر العقاري وفي بعض الأماكن السجل العين. فإذا كان المبيع منقولا، أي شيء يمكن نقله بسهولة بغض النظر عن قيمته، فإن شرط تملكه الحيازة بحسن نية وسند صحيح من القانون كالعقد الابتدائي. ففي هذه الحالة بيكون كافي هذا العقد لإثبات الملكية إعمالا للقاعدة القانونية التي تقرر أن الحيازة في المنقول بسند صحيح وبحسن نية سند للملكية. أما إذا كان البيع عقارا، هنا يقرر القانون أن الملكية في العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل، وهذا لا يعني أن المشتري بالعقد الابتدائي ليس له حقوق، ولكن تكون الحقوق المترتبة على العقد الابتدائي حجة بين طرفي البائع والمشتري فقط. أما عن الشروط الواجب توافرها لصحة هذا العقد الابتدائي، فهي الأهلية، أي السن القانوني لممارسة التصرف، والإيجاب والقبول بين البائع والمشتري، والرضا بالشيء المبيع دون إكراه أو غبن أو غلط أو تدليس. ومحل العقد يجب أن يكون مشروعاً، أي غير مخالف للقانون. والثمن على أنه يفضل أن يكون الثمن حقيقي ومحدد، والمعاينة النافية للجهالة للشيء المبيع. ومن أهم الآثار المترتبة على ذلك العقد الصحيح هو نقل الملكية، وطبقا لنص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وجب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية، ويترتب على عدم إشهارها ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير. وهنا بنتكلم عن فرضية طبيعية بين بائع ومشتري. أما في حال تعدد المشترين، فإذا كان عقد شراء كل منهما ابتدائيا، فإن تسلم إحداهما للعقار من البائع تنفيذا للالتزامات الشخصية التي يرتبها ذلك العقد بينهما، لا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشتري الآخر إلا بعد تسجيل عقده. أما إذا كان إحداهما سجل ذلك العقد، فيكون من قام بالتسجيل الأول هو الأحق بالعقار إلى حين ثبوت مدى صحة عقده من عدمه، مما مفاده إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر. ولو نسب إلى المشتري الذي بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ، طالما أنه قد تعاقد مع المالك الحقيقي ولا يشوب سند ملكيته، عيب يبطله. أما إذا اختلف البائعون إلى المشترين المتزاحمين، فإنه لا يكون هناك محل لإعمال قاعدة الأسبقية في التسجيل، إنما تكون العبرة بتحديد المالك الحقيقي من بين البائعين المتعددين للبيع، إذ يصح العقد الصادر منه وتهدر باقي العقود لعدم نفاذها في حقه وحق المشتري منه، إذ إن التسجيل وحده لا يكفي لنقل الملكية، إنما شرط ذلك أن يكون البائع مالكا للعين المبيعة. ومن ثم يفضل المشتري من المالك الحقيقي على المشتري من غير المالك، ولو كان الأول لاحقا في التسجيل أو لم يسجل عقده أصلا. لكن ما هي الكيفية التي يتم بها معرفة العقد الأسبق في التاريخ؟ فقد يعطي المتعاقدين تاريخا غير حقيقي للعقد. والأصل أن التعرف على العقد الأسبق في التاريخ يكون بالتاريخ المعطى على العقد في حالة عدم المنازعة في صحته، ولا يغير من ذلك عدم إثبات تاريخ هذا العقد، إلا إنه في حالة المنازعة على التاريخ المعطى للعقد
فإن التعرف على العقد الأسبق في التاريخ يكون بثبوت تاريخه في الشهر العقاري من خلال التقدم بطلب الشهر أو في أي ورقة رسمية أو أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإثبات. اللي عاوز أقوله لك إيه؟ العقد الابتدائي هو عقد يبرم بين البائع والمشتري، وهو عقد صحيح بين أطرافه وله قيمة قانونية فيما بينهم فقط، وليس له حجية العقود الموثقة أمام الغير. أو بعبارة أوضح، يمكن القول أن العقد الابتدائي لا ينقل الملكية ولا يجوز الاحتجاج به في مواجهة الغير، إذ إن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل. فعقد البيع النهائي هو العقد الذي يسجل بالشهر العقاري أو برفع دعوى صحة ونفاذ لهذا العقد، وليس مجرد عقد معنون بعبارة عقد نهائي، مع الأخذ في الاعتبار أن المالك لن يستطيع عمل عقد نهائي إذا كانت هناك مشكلة حول ملكية الأرض. ولكن ليس هناك ما يدعو إلى القلق طالما أن الشقة في حوزتك والبائع شخص موثوق. فعقد البيع الغير مسجل، وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري، إلا إنه يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم العين، ويترتب على هذا الالتزام أن تصبح العين في حيازة المشتري وأن ينتفع بها بجميع وجوه الانتفاع. فالعقد الابتدائي ينتج كافة آثار البيع المسجل عدا نقل الملكية، ويمكن أن تبيع بموجب العقد الذي معك ولا يوجد مشكلة. ولكن الجهل بأحكام البيع وشروطه لا يعني البراءة.